يعني هذا مسجد في دخلة الزلفي من جهة القصيم اسمه عبد العزيز الحميين، الله ياجله مسجد، لكن شوف السبيل تبارك الرحمة. هذه ما شاء الله برادات ماي بارد، هذه موجودة ومنتشرة. هني عندك ماي بأهواز كميات، مساء كان هني في وانيت قاعد يعبي كمية ماي، الله ياجله. لكن شوفوا العجيب هني، يمكن أنت ما تبي ماي برادة، تبي ماي من البرمة أو من الحب اللي يسمونها اللي هو الفخار، موجود هني الله ياجله. شوف هذا شاي، شاي سبيل وموجود على مدار الساعة، شاي يا جماعة ما شاء الله موجود. قهوة، تبي قهوة أبد، بس الله يكتب له الأجر يا رب. شوف تقهوة توكل على الله وأجرك على الله، الله ياجره الله ياجره. شوف قهوة شاي على مدار الساعة، الماي منوع موجود، لا وحتى هذه الثلاجة تبارك الرحمن الله ياجره كلها تمر، سواء تبي رطب أو تبي تمر. عندك هني ما شاء الله ماي زمزم، مطارة ماي زمزم موجودة هني بالزلفي، نقول الله يكتب لها الأجر. ناس ما شاء الله تبارك الرحمن تمر تقهوة وتشرب ماي زمزم تاكل تمر وتتوكل على الله، والله انه يستاهل اللي يدعي له، الله ياجر على هذا الإحسان وهذا الإبداع صراحة، الله ياجر. انا اشهد اي والله، انا اشهد اي والله، هذا الحضيض، هذا الحضيض وهالترتيب ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله الله ياجر. الشاي والقهوة تبارك الرحمن على مدار الساعة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات